بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على كافة الأنحاء، وكمان في نشاط للرياح محدود على بعض المناطق، وده مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، وهل موجة الحر مستمرة معانا ولا خلاص هنبتدي نحس بدرجة حرارة أهدى شوية؟ بالفعل لا، في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 37 درجة مئوية، ودي تعتبر درجة الحرارة المقاسة في الظل. المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة هتبقى أعلى من القيم دي بحوالي من درجتين إلى 4 درجات. يمكن كافة مناطق الجمهورية بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بحوالي من 2 إلى 3 درجات، لأن احنا بنتأثر خلال هذه الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج وبلاد الشام، قيم درجات الحرارة في الكتل دي بتكون تجاوز 50 درجة مئوية. مع مرور الكتل الهوائية دي على البحر المتوسط بيحصل لها تعديل في قيم درجات الحرارة، فتنخفض درجات حرارتها لكن بتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبالتالي في ارتفاع كبير في نسب الرطوبة اللي هي العامل المهم جدا في احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ودايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحرارة. هي الرطوبة واصلة معانا النهاردة لكام في المية يا فندم؟ هي رطوبة اليوم واصلة على المناطق الساحلية، يمكن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتكون أعلى رطوبة، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت أقل. فالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 90 لـ95%، القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري من 80 لـ85%، طبعا المناطق الداخلية بتكون أقل رطوبة. خلينا أكد كمان إن 85 أو 90% دي العظمى الرطوبة اللي احنا بنسجلها خلال فترات الليل. فترات النهار بتبقى الرطوبة بتاعتها بتبقى هي الصغرى بتاعت الرطوبة، وبتتراوح ما بين 35 لـ40% على القاهرة الكبرى، ودي القيم مع قيم درجات الحرارة تعالي احساسنا بدرجات الحرارة بالشكل الكبير. طيب اكثر الاماكن اللي بتشهد نشاط كبير في الرياح؟ هو احنا ما عندناش نشاط رياح بشكل كبير، يمكن نشاط رياح محدود على بعض المناطق من جنوب سيناء، بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، فدايما اعتدال سرعات الرياح اللي احنا موجودين فيه خلال هذه الايام يزود احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو، ويخلينا نحس بقيم درجات حراره مرتفعه بالشكل الكبير، وخاصه خلال فترات الليل. يمكن احنا في بعض الايام الماضيه كنا بنقول فترات الليل في نشاط نسبي للرياح يخلي لطف الاجواء، لكن احنا بقالنا 3 أو 4 أيام فترات الليل الاجواء فيها اجواء مائله للحراره رطبه، فبنحس بارتفاع درجات الحراره بشكل كبير فترات الليل، ويمكن استمرار ارتفاع درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل ممكن ياثر بالسلب على يعني صحه المواطن، فمهم جدا ناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا بالشكل الكبير، لان الموجه مطوله معانا. يمكن هي بدات الخميس الماضي، يعني مكمله معانا كمان على مدار اسبوع، ومكمله معانا الاسبوع المقبل ان شاء الله. لكن ممكن نلاحظ احنا مع يعني يوم الجمعه والسبت والحد ان الحده بتاعتها اقل، يعني انخفاض طفيف جدا في قيم درجات الحراره. عظمى على القاهره الكبرى هتكون 36 درجه مئويه بعد طبعا 38 و39، لكن ارتفاع نسب الرطوبه اللي مستمر معانا على مدار الاسبوع المقبل هو اللي هيخلينا نحس ان لسه في ارتفاع في درجات الحراره، ان لسه الموجه دي مكمله معانا. فعشان كده اجواء فتره النهار اليوم المقبله هي اجواء شديده الحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه فيما عدا المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، يمكن دي تعتبر اقل درجات حراره في الجمهوريه، بتتراوح ما بين 32 درجه مئويه على سواحلنا المطله على البحر المتوسط، لكن طبعا بيكون في ارتفاع في نسب الرطوبه في المناطق دي. ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير، واهمها تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 العصر، ده ذروه ارتفاع درجات الحراره، وبنسجل اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس، ولو اضطرينا ان احنا نبقى موجودين في الشارع لازم يكون معانا غطاء للراس.
بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 37 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 38-25، اسكندرية 32-24، العلمين الجديدة 31-24، مطروح 31-24، ودمياط 34-24، بورسعيد 35-25، والإسماعيلية 39-25. السويس العظمى فيها 39 والصغرى 26، العريش 34-24، كاترين 36-18، طابة 38-26، وحلايب 38-28، وشلاتين 39-27، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-28. الفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 26، وبني سويف 38-26، الوادي الجديد 44-28، أسيوط 41-27، سوهاج 42-27، وقنا 43-28، الأقصر 43-29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لأحمد وجمانة ونكمل معهم باقي فقراتنا.